بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم محور 1981 فول 2، حيث سوف نقوم بشرح طريقة تحديث الفيرموير الخاص بالراوتر الذي تمتلكه. هذا سوف يساعدك بطبيعة الحال، وسوف يساعد الراوتر لكي تستقطب منه يعني إشارة أكبر يعني مما هي عليه الحين أنت شخصيا على حاسبك أو على هاتفك، وأيضا من خلال رفع إشارة استقطاب الواي فاي عبر تحديث على الفيرموير، فسوف تجني يعني سرعة انترنت اكبر احبابي في الله، وامان الى غير ذلك مجموعة من الخصائص. في الاخير سوف اشير مرة اخرى الى نقطة مهمة جدا، ان تقوم بتغيير بعض الاعدادات على الويندوز لكي تستفيد من 100% من الانترنت التي تدخل على حاسوبك. فمعروف ان الويندوز عندما تقوم بتثبيته ياخذ منك 20% احبابي في الله. علي سوف نشرح هذه النقاط جميعا، بالتالي سوف تحتاج اولا الى الدخول الى اعدادات الراوتر الخاص بحاسوبك، فسوف تدخل اليه من خلال الاي بي 192.168.1.1. عادة يكون هذا هو الاي بي الافتراضي الخاص بالراوتر. على اساس تتاكد من ذلك اضغط ضغطة اليمين الموس على الشبكة التي تمتلكها، اضغط على الخيار الثاني، اضغط على الشبكة، ثم اضغط على المعلومات، وهنا يعني يظهر لك الاي بي الخاص الافتراضي الخاص بالراوتر. تقوم بوضعه كما ذكرت في الاعلى، ثم تضغط على انتر. سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل، اضغط اضع يعني كلمة السر ويعني اسم المستخدم وكلمة السر للدخول الى اعدادات الراوتر الذي تمتلكه. عادة يكون ادمين، ثم يضغط على انتر وسوف يتم تسجيل الدخول الى اعدادات الراوتر احبابي في الله. طبعا سوف اشرح على راوتر اخر، لان الراوتر الذي امتلكه مختلف تماما والكثير قد لا يفهم احبابي في الله. طيب فسوف اعطيكم نموذج عن الراوتر لينك، يعني فعندما سوف تقوم بوضع الاي بي الافتراضي سوف يتم تسجيل الدخول كما ذكرنا الى صفحه، تقوم بوضع يعني ادمين او الاي بي او عفوا يعني اليوزر نيم والباسورد، ثم تضغط على انتر. الحين تم تسجيل الدخول الى الراوتر الخاص بي. هناك يعني نوع اخر من الروترات مثلا تي بي لينك يتم تسجيل الدخول الى واجهه بهذا الشكل بعد وضع الاي بي واليوزر نيم وال باسورد. الحين يعني بعد الدخول الى اعدادات الراوتر الخاص بك فسوف تحتاج الى تحميل الفيرسيون او الاصدار الجديد من الفيرموير، وكما سوف تشاهدون في هذا يعني هذا الراوتر احباب في الله فلدي يعني فيرسيون 1.2.3، بالتالي سوف تدخل الى الموقع الرسمي الخاص بالشركة يعني التي تمتلك لها يعني الراوتر، مثلا دلينك. ما سوف ادخل الى موقع دلينك وسوف اقوم بالضغط على السوبورت، دائما اضغط على السوبورت، وسوف يطلب منك مثلا البحث عن الراوتر الذي تمتلكه. بالتالي في حالتنا شخصيا الحين مثلا على هذا الراوتر الافتراضي او المحاكي الخاص بالراوتر، فاسمه دير شرطة 655، سوف اضعه هنا ثم اضغط على البحث. طبعا يعني النوع الراوتر دائما تجده في خلفه، يعني تقوم بكتابة الكلمة او النوع يعني في المربع البحث وتبحث عليه يظهر لك هنا، يضغط عليه ثم بعد ان يظهر لك طبعا سوف تظهر لك صورته، وسوف تضغط على الداونلود هنا لتحميل يعني مجموعة من الاشياء وما يهمنا هو الفيرموير الاصدار الجديد من الفيرموير. كما تشاهدون هناك اصدار 2.9، والذي يمتلك مثلا على هذا الراوتر فهو 1.32. بالتالي سوف اقوم بتحميل يعني الاصدار الجديد، سوف يتم تحميله في ثواني، احفظه مثلا في مكان على حاسوبي كما سوف تشاهدون، ثم بعد ان احفظه في مكان على حاسوبي سوف ادخل الى اعداد الراوتر واضغط على التولز يعني او الاعدادات او الادوات عفوا، ابحث عن تولز، ثم بعد الضغط على التولز سوف تضغط على فيرموير كما سوف تشاهدون، ابحث عن كلمة فيرموير وسوف يعطيك يعني مكان لكي تقوم برفع الملف الخاص بالتحديث الجديد. اضغط على براوس واسحب الملف الذي قمت بتحميله التحديث الجديد الخاص بالفيرموير، ثم اضغط على ابلود. بعد الضغط على ابلود سوف يتم رفع الملف، وسوف يتم اعادة تشغيل للراوتر
هناك سوف يطلب منك برمجة الراوتر من جديد من خلال يعني تعيين كلمة سر جديدة والباسورد عفوا يعني واليوزر نيم أو اسم الشبكة الجديد إلى غير ذلك تلك الأشياء. بالنسبة لي مثلا يعني نوع آخر من الروترات مثلا تيبيد لينك، فسوف تدخل دائما يعني كما ذكرت إلى موقع الشركة الخاص بالراوتر أو المودم الذي تمتلكه مثلا كما سوف تشاهدون. سوف تذهب دائما إلى سبورت أو يعني الدعم أسيستنسيا باللغة الإسبانية الدعم دائما، ثم ديسكارغاس يعني التحميلات داونلودز، وسوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل. هنا سوف تختار كما ذكرت يعني ويرلس أو لان إلى أمريكا هنا باللغة الإسبانية ويرلس، ثم تختار نوع يعني الراوتر الذي تمتلكه مثلا إذا كنت تختار تمتلك هذا النوع فقم باختياره، دائما يكون خلف كما ذكرت الراوتر. هنا اختار الفيرسيون ثم اضغط على جو وسوف يعطيك يعني التحديث الجديد الخاص بالفيرموير احبابي في الله، اضغط عليه وسوف يتم تحميل ملف مضغوط، فك الضغط عليه وسوف تجد التحديث الجديد. بالتالي سوف تذهب الى الصفحه الخاصه بالراوتر اعدادات الراوتر يعني مثلا تبي لينك كما ذكرت، ثم ابحث دائما كما فيد لينك يعني عن تولز او سيستم تولز كما تشاهدون يعني ادوات النظام، نضغط عليه وبعد الضغط عليه كما سوف تشاهدون سيستم تولز سوف تبحث عن فيرموير كما دائما ذكرت يعني ابحث عن كلمة فيرموير، وبعد الضغط عليه سوف يعطيك مكان لكي تختار الملف الخاص بالتحديث الجديد الخاص بالفيرموير. بالتالي سوف نضغط عليه وسوف اذهب الى المكان الذي قمت بحفظ فيه ثم اضغط على يعني رفع وسوف يتم تحديث الراوتر احبابي في الله. فهذا الراوتر محاكي للراوتر كما سوف تشاهدون بعد ان يقوم بعملية تحديث، فسوف يطلب منكم إعادة تشغيل، سوف يتم إعادة تشغيل للراوتر، هناك سوف تقوم بضبط الإعدادات وهكذا يعني بعد تحديث يعني الفيرموير الخاص بالراوتر سوف تشاهد إشارة أكبر يعني مثلا إذا كانت هناك 3 سوف تجد 4 و5 وهكذا أحبابي في الله، وهذا سوف يضمن لك يعني سرعة الإنترنت كبيرة. في الأخير سوف أشرح نقطة أخرى مهمة جدا يعني دائما أريد أن أكرر رغم أنني شرحتها من قبل، وهي عندما تقوم بالتثبيت خصوصا الإخوان الذين قاموا بالتثبيت الحين الويندوز الجديد 10 وإذا كنت قد قمت بتثبيت ويندوز 7 و8 فدائما يجب عليك أن تقوم بتطبيق هذه الخطوة، الضغط على كنت أو زر الويندوز زائد حرف R في الكيبورد ثم وضع خبيديت.ms ل MSC للاختصار ثم يضغط على اوكي. هذه النقطة سوف نمنع الويندوز من استهلاك 20% من الانترنت على حاسوبنا، فهذا يضعف كثيرا يعني من اتصالك في الانترنت. بالتالي بعد الدخول لهذه الصفحة سوف تضغط على administrative templates باللغة الانجليزية plantillas administrativas باللغة الإسبانية، ثم بعد ذلك يضغط على الريد يعني أو نيتورك، سوف تجد كلمة نيتورك باللغة الإسبانية الريد، اضغط عليها كما سوف تشاهدون. بعد الضغط عليها سوف تقوم بالنزول أسفل وسوف تقوم عفوا يعني سوف تفتح يعني الريد مجلد الريد وسوف تبحث عن باكيت علين سوف بروجرام دي باكيت بروجرامادور دي باكيت كيوس كما تشاهدون، سوف تجد ابحث فقط على كلمة كيوس ثم سوف تضغط على هذا المفتاح الثاني كما سوف تشاهدون. ودائما كما ذكرت في الدرس قبل 7 أشهر لأسرار الويندوز فيستهلك 20% ويمنح لك يعني كما تشاهدون هنا 80%، بالتالي على أساس منع الويندوز دائما من استهلاك الانترنت و 20% فسوف تقوم بالضغط على الخيار الثاني وامسح يعني 80 وخليها في 0 كما تشاهدون أحبابي في الله، ثم اضغط على أبلي وأكسبتر وهكذا سوف تكون قد منعت الويندوز من استهلاك 20% من الانترنت على حسبك، وسوف تشاهد بطبع الحال سرعة أكبر. أتمنى أن الدرس قد أفادكم، إذا استفدت لا تنسى الضغط على اللايك وزيارتنا على مدونتنا www.pontic5.com اللي هي على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981فول، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات، لايك ومشاركة. في أمان الله.